استمرار العملية العسكرية، لا يوجد لدى روسيا خيارا آخرا، وبعض المؤشرات تقول إلى أن نحن نقترب من المعارك واسع النطاق في أوكرانيا. ربما الهجمات واسع النطاق من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا ليس، فأنا أود أن أذكر أن يعني أجريت التعبئة الجزئية في روسيا، 300,000 جندي انضموا إلى صفوف الجيش، كذلك تم رفع مستوى القيادة للعملية العسكرية، وتم تعيين رئيس أركان الحرب الروسي فاليري جيراسيموف كقائد العام للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. فلذلك توجد هناك هذه التغيرات وتلك التغيرات في قيادة الجيش في الجيش بشكل عام، تشير إلى أن نحن ربما أمام تغيرات جذرية على ساحة القتال. فلذلك عندما الباب الحوار لا يزال مغلقا، فما هي الخيارات أمام روسيا؟ ترى ما هي وصلت الخيارات؟